السلام عليكم، شلونكم يا أصدقائي؟ اليوم جبنا لكم فيديو جديد محاكي الشاحنات. راح يكون في حمولة بروسيا، وجبنا ميزة جديدة كمان نشوف سعة الشاحنة عن طريق هذا البرنامج، عن طريق الموبايل. اللي حاب يعرف كيف، إن شاء الله إذا شفت حد عم يتفاعل بالتعليقات وكذا، عشان نعمل لكم فيديو كيف تسوى هالقصة. وهلا اللي بحاب يشوف الفيديو رزقه، مشاهدة ممتعة، ولا تنسوا لايك وتعليق حلو. تابعوا الفيديو. خلينا نباشر ونشوف. معنا حمولة، ما بعرف شو هي الحمولة، معنا هاي الحمولة. خلينا نروح نشغل، وظبطنا الفرامات كمان. أيوة الطريق لازم كنا طلعنا من هناك، احنا او يمكن من هون كنا نطلع. ليش عم تطفي؟ اظني من هناك الطريق كان. طريق من هون زبطنا الفرام نحن، يعني هلا صار احسن من اول. يعني امبارح فكينا الفرام وظبطناه، كنا نصوره فيديو وننزل لكم اياه كيف تصلح، عشان حاطين عندنا بطلات صغيره عشان الفرام يدوس على البطيء ما كثير. خلينا نوقف شوفوا احلى الفرام سايد على الديبرا، يعني حتى كمان هي حلوه اساس. يعني عم نوقف مدري إذا واضحة معكم ولا مو واضحة معكم. هيك أحلى شي، هيك ببين كل شي، بنزين ببين كل شي، كله 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 شغال مية مية. أحلى شي هيك. حبيبي حبيبي في الشرطة، نحن انتبهنا. شفتوا كيف الأفلام كيف ما أحلى أحلى مية مية. أكلنا مخالفة عشان مشينا بهذا الطريق، وهذا الطريق لازم نروح منه عشان مسكر. إذا كنا رحنا من الطريق الثاني عشان هذا الطريق معاكس. في حدا؟ ما في حدا.
ما باشي هيك احلى على فكرة، اضبط هيك الفرام يكون شغال وحاطين هاي تبع الميزة تبع الموبايل كمان حلو، الميزة تبع السرعة. احلى الطريق هو فاضي، هو ما بده بس احنا شايفين، بس يلا احسن. الطريق دغري دغري لسه. تمام، هلا بدنا نروح على اليمين على اليسار، او ممكن دغري دغري بعدين اليسار. نشوف، خلينا نخفف عشان احسن. حبيبي شو هذا، شو هذا دخل فينا؟ يعني هو باين يعني الطريق لنا، يعني كيف يعني سواء له؟ يعني شو هالزكة تبعه، شو هالزكة تبعه؟ فكر الطريق لإله. يلا وصلنا بقى نمشي. ملاري، كل شخص شاف الفيديو ما ينسانا بلايك وتعليق حلو، وما تنسونا. لا حبيبي لا، اخ على فكرة عملي علاقة، هو الإشارة هي صارت شو اسمه. على فكرة أنا غلط داخل هيك، لازم عشان بدنا ندخل. يا حبيبي انا يلا روح، يلا انا بروح معك، نمشي لقدام لين ندخل لهون. احلى بس يكون الفرام شغال. يا اسطير ما تنسون بلايك تعليق حلو عشان ننزلكن على طول فيديوهات. بس عشان دقة لاي كنا نرجع شوية صغيرة بس. تمام هيك، تمام تمام تمام. في سيارة أفانا، أظني دقت، أظني دقت. بس في سيارة وراي، يا ما بعرف ليش هيك عاملين قصة. بس طب نرجع لهون بس مشان نشوف وين نصفه، نشوف وين نصفه. بس شو هيك كينا اللي احنا وصلنا قبل او اللي احنا متأخرين؟ ابصر شو صاير، بس اظن احنا متأخرين. خليني اطيب ان نقطع من هون نشوف هيك.
تمام. أيوة، هلا فهمنا نحن رايحين داخلين في منطقة غلط. على فكرة نحن داخلين منطقة غلط، كان نروح لهناك، نحن لازم نروح على الأردن الثانية. تمام. أيوة، ندخل من هاي الحارة الصغيرة اللي هون، ندخل من هاي الحارة الصغيرة. في سيارة؟ ما في سيارة، ما في. أيوة، علينا ندخل من هون. ايش هيك فاتين طرق كلياتها؟ ما بعرف ليش هيك. تمام، لقدام شوي. ايوه، هون هو الطريق. ايوه هون، عشانكم راح اصف لكم اياها جوا. وين هي؟ هنيك. شفتوا وين؟ عشانكم راح اصفها جوا، عشان الفرام شغال 100 100. الفرام شغال. شفتوا وين اصفها؟ هون. هاي هون اصفها. تمام، خلينا نساوي هيك. تمام، علم راي راح نصف لكم اياها. علم راي. علم راي. علم راي. بس اكسر 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 اكسر. بس طب نكسر على هذا الطرف. ستوب ستوب ستوب، تربت شوي. هذا هو كان الفيديو يا اساطير، ان شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسون بلايك وتعليق حلو. ان شاء الله بننزل فيديوهات تانية. نشوفكم بخير وتضلوا بخير، والسلام عليكم.